اللي عاوز فينا يشوف ربنا، ربنا متاح لنا كلنا، بس بشرط ترمي ودنك تسمع كلمة ربنا، تشوف ربنا. صح ولا ايه؟ صح. لما يجي اخوك يسافر بلاد بره ويبعت لك ورقة مكتوب فيها جواب حبيبي، وبعت لك شوية دولارات، يلا الفقر على الناس والفقر مش عليك انت، وانا بنصرف عليك، وحاصل وحاصل، تلاقي نفسك مزغطط. بس تفرح حقيقي امتى؟ لما تسمع صوته، ولما تاخد الدولارات دي تروح تشحن وتشغل النت وتشوفوا ايه، والحب يولع في الدورة ويزيد. لو رحت المطار ولقيته نازل عليك وجيب لك الهدية اللي هي وتترمي في حضنه كمان، دي كل درجات للشوف، تشوف ربنا كل مرة بدرجة درجة عمالة تزيد. صح كده؟ صح. واحلى واحد فينا اللي يشوف ربنا في كلام ربنا، لما يجي يقول لك قفوا بمخافة امام الله لسماع الانجيل، وتلاقي نفسك واقف انتباه عسكري ولا ايه؟ ولا عشان راجل؟ لا، طب ما البنت يا ريس، البنت اللي حاطه اللينسز وعامله شعرها كده برضه واقفه. يعني عاده البنت اللي بيت راجل احيانا بيبقى واقع منها نقطه انها تبقى بنت، لانه اجمل ما في الراجل رجولته، واجمل ما في البنت انسيتها. لكن انا مش هروح نتقدم لشيخ غفر، لازم تبقى يعني بنت الناس تتمتع بالانوثه. صح ولا لا؟ ربنا خلق ادم وخلق حواء، لما حواء تاخد دور ادم تبقى عايزه تاخد على قفاها عشان يتعدل حالها، وتقول لا اصلك انا فاهمه ان ماشيه على عجين ما يلخبطوش. مين قال لك انه في عجين في المنطقه؟ وهو راجل. صح ولا ايه؟ مش كل واحد ياخد دوره، الراجل دوره المسؤوليه، يعني هي غلط يا بول. ايوه، مسؤوليه ويحبها. طب والبنت ايه دورها؟ تخضع. الراجل اللي يحب خطيبته تخضع له فيعاملها كويس. الراجل اللي ما يعرفش غير انه يحب نفسه ويقول لها ما تكلميش فلان، ما ترديش على كذا، ما تلبسيش كذا، ما تعمليش كذا، اشتري معزه وربيها احسن واسهل. دي غير مثلا على الشخص اللي يحبه. كل ما ثقتك في نفسك تزيد اكتر واكتر، صلاحياتك لخطيبتك ولمراتك تعلى اكتر واكتر. ثقتك في نفسك زايده. وانت لما رحت تختار، هتختار واحده كده ماشيه على الترعه ولا بتختار اللي تناسبك؟ ما هتختار اللي تناسبك، بس انت غيران عليها، مش عايزه تلبس مثلا لبس ضيق، مش عايزه تتكلم. اعملها ميداليه وحطها في جيب البنطلون الجنس عشان ما حدش يشوفها يا راجل. هي كائن حي، هي ميداليه. كان نفسي نقول عن معرفه ربنا كلام، ولكن طرقتوني لامر اخر. فربنا يبارككم ويفرحكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. نرجع ولا معلش بعد اذنك؟ صوروا بقى. اسمك عم فيصل؟ افتح يا عمي. انا ساكن في الهرم جنبي. انا قاعد في الهرم. استنى من غير صوت. على الاسم. مش انت عم فيصل؟ وانا ساكن في الهرم. من الحاجات اللي احب اقول لكم عليها يا اولاد، العالم اللي احنا فيه ده مليان بنكد كتير، والسبب في النكد هي الخطايا. الخطايا بقت سهله. ولادنا الشباب بتوع اليومين دول الحلوين، ابهاتهم لما كانوا يحبوا يبصوا على صوره وحشه كان يركب القطر ويروح رمسيس ويجيب روزر يوسف دي ولا مش عارف اسمها ايه، المجله، عشان يبص على صوره بنت يعني لابسه لبس قليل. وده كده ايه؟ من افسد الشباب اللي في المنطقه، الواد اللي يعني اللي مش مؤدب، اللي ايه؟ بص في ورقه الصوره اللي فيها قال ايه؟ اللبس قليل شويه يعني. بس لكن دلوقتي الخطايا دخلت لحد الجيب. بقى التليفون اللي في جيبنا اللي احنا حاطينه في جيبنا مليان بالنمره البايخه اللي تقول لك انت نمت يا بيبي ولا ايه؟ كلمة بايخة. وقال حبيت أبدأ اليوم بك يا بيبي. وبعدين يقول وبعدين يقول له ايه يا صاحبي، مش يا زول، مش هنتقابل ولا ايه؟ يلا على القهوة، يلا. بيت الخطايا ورانا، قريبة مننا، سهلة علينا. صح؟ صدقني. وبعدين الاحتياج والفقر والجهل اللي أصبحنا فيه
الواد يقول لابس شماس ويقول للناس اسجدوا لله بخوف ورعده، وانت بتبعت لها على الواتس بعد القداس هجيب لك سندوتشات. صح؟ الامر يا صاح هتشاور على مين؟ هتشاور على مين بالظبط؟ وبعدين الولاد اللي هي يعني عماله تزيد في الفساد، عامله نفسها زي البنات. يعني ايه؟ يعني البت الماي على المايصه اللي لبست البنطلون المتقطع، بيجي ولادنا ولاد الكنيسه اللي اسمه مش عارف مرقس وجرجس وفلتاوس وياسا وميخائيل ايه ده؟ ده حداد كويسه، ده ولادنا. عمل ايه؟ عمل ايه ولادنا اللي اساميهم حلوه دي؟ عملوا ايه؟ قال لبسوا بنطلون مقطع زي البت المايعه اللي مش مؤدبه. طب ده كلام يا اخي، ما لازم يبان عليك رجولتك، يبان عليك مسيحيتك، يبان عليك انك انت بتاع ربنا. الحاجات دي تبان عليك يا اخي، ما لما بانتش عليك تبقى مسيح ازاي؟ بالكلام ده احنا خيبتنا تقيله. ده المسيح نور، قال لهم ايه؟ انتم نور العالم. هو في نور بيتحط تحت المكيال ويتغطى، ولا بيتحط فوق المناره ينور الذين لكل المدينه؟ صح ولا ايه؟ صح. في ايه في الكتاب المقدس بتبدا بكلمه وبالاجماع؟ رحنا لواحد غلبان في مزرعه برضك، فهو ايه؟ قال لي ابونا. قلت له نعم. قال لي فز. قلت له اتكلم عادي، انت تفكرني مش راجل ولا ايه؟ ده انا راجل جاي من الوادي الجديد واجدع راجل، ايه فز دي؟ قال لي يا ابونا بقول لك فز، انت مالك حنبلي ليه؟ قلت له كمان حنبلي؟ ايه فز وحنبلي دي؟ قال لي يا ابونا فز نصلي. قلت له اذا كان كده ماشي، فز يعني نقوم يعني يا اخي. طب ماشي يلا نصلي. وقف قدام ربنا وقال كلام يوجع البطن. ايه يا رب؟ ما قدرش تديني واد يعني؟ يعني مال الدنيا ملايين الولاد وما قدرش تديني واد؟ اديني واد يا رب. يا رب نفسي في واد يشيل اسم الروح، نجيب بنت نجوزها واحد ما يسواش وتمشي. انا عايز واد يا رب. يا رب اديني واد ليك دي بس، ما انت بتعمل معجزات، اديني واد يا رب. قال كلام عن موضوع ان ربنا يديله واد وجع لبطني. امين. ده في عشره بينه وبين ربنا. بعد ما قال امين قلت له يا رب يا اللي تفيت في الارض وعملت عن اللي المولود اعمى، والست لمستك من غير سبب كده شافت نزيف الدم، يا رب ارجوك يا رب انزل للغلبان المقطوع من شجر الدم، ادي له وادي يا رب، ادي له وادي بشفاعه امك العذراء يا بنا الذي في السماوات. وصلينا وقعدنا. اجيب له ميه. قال لي نجي. جاب له ميه. قلت له انت خلفتك بنات بس؟ قال لي لا يا ابونا انا ما عنديش عيال. قلت له طب قول له يا رب اديني عايل يطلع واد ولا يطلع. انت كمان بتتشرط عليه وانت ما عندكش عيال؟ ده انت فجري، انت متجوز من زمان. قال لا. قلت له ما نمت. قال لي انا لسه ما اتجوزتش. يا علم الله. قلت له فز. قال لي فز دي؟ قلت له فز نصلي. يا رب ادي له عقل يا رب، ادي له عقل يا رب. انتوا تفكروها نكته؟ على ارض الواقع حقيقه، حقيقه على ارض الواقع. يعلم الله احيانا نوقف قدام